حصلت في الفترة الأخيرة إثارة بعض الأسماء اللي أنا ضد المصطلح ده، بس يعني للأسف هو مصطلح الدارج إعلاميا يعني، وهو فكرة رموز النظام القديم إذا جاز التعبير، وإمكانية الاستفادة من خبراتهم في المستقبل. وثارت بعض الأسماء، منها مثلا الدكتور يوسف بطرس غالي الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومات مبارك، وناس قالت لك أنه، وفي بعض المعلومات كمان ما اعرفش حضرتك سمعتها ولا لا، تسريبات من الحكومه ان الحكومه الحاليه المجموعه الاقتصاديه الحاليه بتستشير الدكتور يوسف بطرس غالي هاتفيا في بعض الامور والسياسات وكذا. فبعض الناس قالت لك لا، اذا كان الراجل خبره واذا كان الراجل الحكومه دلوقتي بتستشيره في بعض الاوضاع، طب ما نجيبه احسن بدل ما استشارات وندفع فلوس مكالمات دوليه نجيبه احسن. ثارت بعض الاقاويل حوالين رشيد خصوصا بعد الكلام عن التصالح مع جهاز الكسب غير المشروع. اولا عايز اعرف قانونية الاستعانة بهذه الشخصيات، سواء بقى فكرة انه تصالحه فتصالح كده اصبح مواطنا شريفا يمكن استعانة به في المناصب المسؤولة في الحكومة او كذا، ثم شعبيا ومدى القبول. حقيقة انا اشاطر حضرتك تماما الاعتراض والتحفظ على استخدام الشعارات. كان من الجائز لاعتبارات حالة الثورة التي كانت قائمة في فترة معينة ان نمررها، لكن من قبيل الإنصاف فكرة أن أنا أصم أشخاص بعبارات أنهم من رموز النظام إلى آخر هذا، وما يستتبع هذا من استدعاء معاني يعني غير منصفة بالمرة. صحيح. في بعض الأحيان أمر لا يمكن لضمير أي رجل قانون أو أي رجل منصف مطلقا أنه يتقبله أو يعني يقول به. لكن اللي أنا عايز أؤكده أني لابد أن نفرق بين أمرين على المستوى القانوني، بين أشخاص وجهت إليهم اتهامات جنائية وصدرت في مواجهتهم أحكام جنائية لها حجية، فهؤلاء لا يمكن وفقا للقانون أن يكونوا في أي منصب بأي شكل من الأشكال. طبعا. لأن هناك حظر قانوني يتعلق باشتراطات ولاية هذه المناصب يشكل عقبة دون عودة أشخاص محددة ودينوا في جرائم معينة إلى مواقع المسؤولية. هنا بنتكلم على أشخاص صدرت بحقهم أحكام نهائية باتة أحكام تمام. باتة مش تجري محاكمة، لا أحكام باتة تمام. ده على المستوى القانوني كويس، لكن فرعا عن هذا على المستوى السياسي لا يكون أيضا من اللائق أن أنا ولو لم يكن قد صدرت أحكام باتة أن شخص محل اتهام جنائي قيد تحقيق أو قيد محاكمة ان يجري وضعه في موضوع مسؤوليه، فده امر طبعا لا غير متصور، هيبقى بطيء حول الشكوك، غير متصور وممتنع حتى من الناحيه الواقعيه. تمام. لكن الناحيه الاخرى ان هناك اشخاص سبق ان وجهت لهم اتهامات محدده وقدموا الى محاكمات، وهذه المحاكمات آل الامر فيها اما الى تبرئه هؤلاء باحكام باته صارت عنوانا للحقيقه في شان براءتهم من الاتهامات التي لحقتهم، او انقضت بالنسبة لهم الدعوة الجنائية بالتصالح. تمام. والتصالح كما تقول محكمة النقض هو قرين للبراءة، يعني هذا التصالح الانقضاء الذي يورث قرين بالبراءة، الانقضاء الذي يورثه هذا التصالح هو قرين لحكم البراءة. كويس. ومن ثم دي نقطة مهمة، معلش يا دكتور انا اسف، بس دي نقطة مهمة عشان الرأي العام، لأن طول الوقت الصورة الذهنية عند كثير من الرأي العام، وبرضه اعتقد الاعتبارات الثورية والمحادثة في الشارع بيبقى له دخل، وهي فكرة انه المتصالح طول الوقت بيمشي بعار ذنبه. لا، انا بقول لحضرتك ده اللي بيحصل في الشارع. صحيح. قال لك ده متصالح معناها ان هو مدان ومجرم، احنا هو مش محبوس بس هو محبوس في اذهاننا. لان الحقيقة احنا بس دي مسألة مهمة استاذ تامر، لازم الجمهور يعي هذا الامر. نظرية التصالح في المواد الجنائية هي نظرية ربما حديثة تخطو خطواتها الأولى في التشريع المصري. تمام. عرفت بعض النصوص قبل ذلك نماذج لفكرة الصلح أو التصالح في الجرائم الجنائية، لكنها خطوات لا تزال على استحياء. هذا النظام هو معنى من معاني الإنهاء المبتصر للدعوة الجنائية، بيقدر المشرع في جرائم معينة أن استمرار تعقب الدولة لهذه الاتهامات ولهؤلاء المتهمين ما عسى أن ينتجوا حتى بعد الإدانة هو في حقيقة الأمر غير مجدي، فابترى أن الوقوف بالدعوة عند مرحلة معينة وانقضاء الدعوة بهذا التصالح قد يكون محققا للمصلحة محل الحماية أكثر من العقاب ومن استمرار الدعوة. تمام.
لكن في مسألة فلسفية مهمة جدا ومنطقية وضميرية قبل أن تكون قانونية. إذا نزع شخص وجهت إليه اتهامات، خاصة إذا كانت هذه الاتهامات أتت على هامش ثورة الكل يعترف لها بحق ويعترف أن هذه الثورة تولد حالة ثورية معينة، تمام، لكن في اتهامات نشأت، هذا الشخص إذا قدر أن مصلحته الشخصية بدلا من أن يضادل بحثا عن براءة مظنونة أنه ينهي الأمر ويقدم للدولة وللسلطات المعنية فيها اللي هي السلطات القضائية ما يؤكد حسن نيته وصدقه في أنه يريد أغلاق هذا الملف، لا يمكن أن نفسر هذا أو أن نستدل بهذا التصالح على أنه ينطوي على إقرار بالذنب، على إقرار بالذنب أو على أنه يعترف بأنه كان مجرما أو آثما أبدا، يعني لأن ده ينطوي على فساد في الاستدلال. يعني هب أن شخص يا فندم مثلا ابنه اختطف، تمام، فقبل أن يؤدي فدية ليسترد ابنه، أقول له أنت إزاي تقبل أنك تضع إيدك مثلا وتدفع فدية؟ مفهوم. لا مفهوم. ده أنا قدرت في لحظة معينة أني أنا عايز أغلق هذا الملف رغم قناعتي التامة أنني بريء وأني لم أرتكب جرما، تمام، في سبيل طيب بناء على هذا الطرح، المثل الواضح أمامنا مثلا الأستاذ حسين سالم تم التصالح معه ودفع أعتقد كام 3 مليار 4 مليار ما يقارب 4 مليار جنيه لا 4 إيه 5.7 مليار جنيه وقضي الأمر. الآن في نظر القانون حسين سالم مواطن شريف له كل الحقوق والواجبات؟ إذا كان هذا التصالح قد رتب أثرا وهو الانقضاء، وهذا الانقضاء شمل كافة التهم التي كانت موجهة إليه، لا ريب أنه قد أصبح في هذه الحالة وقد برأت ذمته تماما ويستطيع أن يباشر كافة حقوقه ويعود إلى الوطن ولا مشكلة فيها. إذن حالة التصالح اللي بتجري الآن مع المهندس رشيد إذا انقضت بالحالة القانونية اللي حضرتك قلت عليها يمكن الاستعانة به في أي منصب أو يترشح لأي مكان. ما أنا بقول لحضرتك القاعدة العامة بعيدا عن الأسماء، لو هذا الانقضاء رتب زي ما بقول لحضرتك كان شاملا لكل الوقائع الاتهامات التي أثيرت ضده خلاص ينتج ذات الأثر التي تنتجه أحكام البراءة الباتة.